grow the beauty. ومثل ما قلت لكم انتاجي الشخصي مع شوية أرض بايدي 16 طن كويز شفتون بيطلعوش 100 كيلو السنة. آخر سنة أخذنا انتاج معتبر من هالغابة هي سنة 2013، بلشت تتناقص الكمية اللي كنا ناخدها من الغابة. بين لنا بعدين انه في عندنا حشره او حشرتين بالغابه عم بياثروا سلبا على الانتاج. ثلاثه مختلفين، هذا التوميكوس، هذا هيلورغوس. تعال تعال يا جو، دودي كبير صح؟ فطبيعي اذا ما في صار في تظافر للجهود حتى نقدر نخفف من هالاصابات بغابات الصنوبر، في عنا مجموعه من المجتمع المحلي اللي هو بيستفيد من زراعه الصنوبر، هول رح يعيشوا بحاله اقتصاديه كثير صعبه، يعني يمكن يتركوا غاباتهم وبنرجع بنوقع بمشاكل ثانيه اللي هي الغابات المهموله، بيرجع في عنا مشاكل الحرايق